عارف ان انتوا زهقتوا برضو من فيديوهات كاس العالم وعايزين نغير، وانا كنت زيكم، فعشان كده جيت لكم النهارده برسمه عن سله فواكه. رسمه بسيطه جدا، كله يجيب ورقه وقلم ويبدا يرسم معايا الرسمه، واللي هيرسم الرسمه يبعت لي على حسابي على الانستجرام او على الفيسبوك، الروابط موجوده في صندوق الوصف. جاهزين؟ يلا بينا. رسمة جديدة، قررت بقى ان انا ارسم رسومات كمان غير كاس العالم. عارف ان انتوا زهقتوا وانا كمان زهقت، ولكن انتوا عارفين مباراة قوية جدا وفوز المغرب كمان شجعنا ان احنا نكمل في رسومات كاس العالم. المغرب فازت على اسبانيا بركلات الترجيح ضربات الجزاء، مبروك، الف 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 مبروك لكل اهل وشعب المغرب، فوز وانتصار عظيم شرفتوا بيه كل العرب. زي ما انتم شايفين هنبدا نرسم بقى رسمه النهارده، رسمه سله فواكه. هنعمل نص دايره، والنص دايره دي هيكون فيها خط تاني من تحت كده يدينا شكل القاعده بتاعت سله الفواكه. بعد كده هنطلع لفوق هنعمل 3 دوائر، زي ما انتم شايفين 3 دوائر كده تبقى بالشكل ده فوق بعض، تدينا شكل الرقبه او الـ النص بتاع السله او الـ الرقبه بتاعه السله، مش عارف انتوا بتسموها ايه، بس هو الهيكل يعني بتاع السله بتاعه الفواكه. زي ما انتم شايفين عملنا خط بالعرض كده مستقيم. بعد كده نبدا نعمل بقى نص دايره من الشمال ونص دايره من اليمين، يعني خط مايل كده من اليمين وخط مايل من الشمال، ونطلع لفوق نتاكد ان هم على مستوى واحد، ونبدا نعمل نوصلهم ببعض كده برضو بخط مايل زي ما انتم شايفين، ونمد بقى من اليمين والشمال كده حته. بعد كده نعمل نفس الخط تاني يعني بنفس الشكل اللي احنا عملناه في الاول كده. احنا عملنا الهيكل او المخطط الخارجي بتاع سلة الفواكه. دلوقتي عايزين نرسم بقى الفواكه نفسها اللي جوه. هنعمل العنب اول حاجة. العنب طبعا تقدروا تلونوه اخضر او احمر او اي لون تحبوه من الوان العنب. نعمل الاشكال دوائر كده تكون زي ما انتم شايفين حوالين بعض، ويكونوا انصاص دوائر على دوائر على ربع دايرة كده، حاجات كده بسيطة. ونيجي من هنا نعمل شكل ورقة شجر، 3 ورقات جنب بعض كده لازقين في بعض، وهننزل منهم بقى شكل فاكهة جديدة. طبعا فاكهة تكون بقى الفراولة. طبعا كل ده في التلوين هيبان، ولكن احنا دلوقتي في مرحلة التخطيط. طبعا مرحلة التخطيط دي لازم نخطط فيهم تخطيط خفيف عشان ما يسيبش اثر على الورقة. التخطيط التقيل هيسيب اثر وهيبقى شكله مش احسن حاجه خالص، لان لما نيجي نمسح او نعدل اي تعديل على الرسمه هتلاقوا القلم الرصاص لسه الاثر بتاعه موجود. فعشان كده دايما اقول لكم خططوا تخطيط خفيف. زي ما انتم شايفين عملنا شكل دايره، وعملنا شكل البرتقال ان احنا عملنا دايره تانية جواها خطوط حواليها، وطبعا عملنا نص زي شكل بطيخ كده عباره عن نص دايره. ودلوقتي بنرسم شكل اناناس. طبعا هنا كنت بقول ممكن نحط توت، ولكن قررت ان انا امسحها لما لقيت ان الاناناس شكله هيبقى احسن، وان انا ممكن احط تفاحه بدل التوت. زي ما انتم شايفين دلوقتي بلون اهو، او يعني بخطط الاناناس عفوا، بخططه بخطوط مايله لناحيه اليمين، بعد كده خطوط مايله لناحيه الشمال عكس بعض، يعمل لنا شكل زي المربعات كده. وبعد كده ابدا اعمل مثلثات لفوق زي ما انتم شايفين. طبعا هنكبر المثلثات دي دلوقتي، او هاجي من هنا اكبرها كده شوية ونكبرها من تحت هنا كده. زي ما انتم شايفين القاعدة في الاناناس تكون ادخن او اعرض من فوق يعني في الاناناس، لان دايما القاعدة بتكون ادخن واسمك من فوق. فركزوا في الموضوع ده عشان يطلع شكل اناناس معاكم مظبوط. طبعا اللي يرسم رسمة النهاردة بقى يروح يبعت لي على الانستجرام او على الفيسبوك، الروابط موجودة في صندوق الوصف. يروح ينزل الرسمة ويعمل لي منشن على بوست الرسمة، او يعمل لي منشن على يحط الرسمة في ستوري ويعمل لي منشن، او يرسل لي رسمة على الفيسبوك وهي هشوف الرسمة اقول لكم على اخطاء بسيطة تعدلوها، هتطور من رسوماتكم جدا، هتحسوا فرق رهيب صدقوني. ان في ناس كتير بترسم وكل فيديو بنزلهم بيرسموه وفعلا مستواهم بقى رهيب جدا جدا جدا. فهما بيقولوا لي على يوروني الرسمه اقول لهم على خطا بسيط يعدلوه يوروني الرسمه اللي بعدها، اقول لهم على خطا تاني يعدلوه يوروني الرسمه اللي بعدها وكده. فهو الرسم محتاج رسم كتير عشان تطور رسم، تطور من نفسك او تطوري من نفسك لازم ترسمه كتير ويبقى فيه تصحيح اخطاء. وانا بحاول ان انا اعمل لكم ده في ال اللي هو انكم تبعتوا لي رسمه واقول لكم على الاخطاء البسيطه اللي فيها. فهو ده بحاول اعمل لكم حاجه زي الكورس ولكن مجاني. زي ما انتم شايفين جبت الالوان بقى، جبت الوان في الماستر عشان دي رسمه كرتون مش محتاج اعمل فيها واقعيه، فجبت اللون الاخضر وعملت بيه السله، وجبت اللون الاصفر وعملت بيها القاعده بتاعت
السلة والرقبة بتاعتها او الهيكل اللي في النص بتاعها. وطبعا عملنا التفاح لونه اصفر، وبعد كده بجيب اللون الاحمر بقى عشان اعمل بطيخ طبعا لون احمر الوان خشب زي ما انتم شايفين. ليه بقى؟ عشان عايز اعمل كده ابيض من الطرف، لان طبعا البطيخ ما بيكونش كل لونه احمر، بيكون ناحيه القشر ناحيه اللون الاخضر بيبقى فيه ابيض كده، فعشان كده هنلون الاحمر ونسيب تدريجه بسيطه قوي باللون الابيض تحت. عايزين تعملوها اعملوها، مش عايزين براحتكم، تقدروا تلونوها كلها بالاحمر لو مش هتعرفوا تعملوها. زي ما انتم شايفين الاناناس عملنا اللون الاصفر وحطيت عليها لون اخضر ولون برتقاني. طبعا عشان انا دايما بقول لكم ان انتم هتلونوا بالوان اساسيه في قناه درغام ارت، فعشان كده هقول لكم ان كل الاناناس تقدروا تلونوه باللون البني الفاتح اللي هو البني الرملي وتحطوا عليه مثلا اخضر عادي لونين، او تلونوه باللون الاخضر وتحطوا عليه اصفر، فتقدروا تعملوا كذا شكل المهم توصلوا للدرجة اللي احنا عايزينها. وطبعا الفراولة باللون الاحمر والعنب لو انتوا باللون الاحمر تقدروا تلونوه بالاخضر زي ما قلتلكوا، او تقدروا تلونوه بالاصفر، المهم يكون مثلا الاخضر فاتح ما يكونش يعني غامق. الاصفر طبعا عشان يدينا شكل الاخضر بس عليه اضاءة، يعني ده اللي ما عندوش اخضر فيقدر يلون بالاصفر او بالاحمر، ولكن انا دايما بفضل الاحمر وبعد كده الاخضر وبعد كده الاصفر للي ما عندوش اخضر. زي ما انتم شايفين جبت بقى القلم الرصاص عشان ابدا اخطط الرسمه دي. حاجه من الحاجات اللي انا كنت بحب دايما اعملها في اي رسمه عندي ان انا بعد ما الونها بخططها سواء بقى بقلم الرصاص اللي احنا كنا مخطط بيه، ولكن بتقل ايدي على الرسمه، او ممكن اخططها بقلم حبر جاف اسود. طبعا قلم حبر سايل لا ما ينفعش خالص 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 خالص، او ممكن اخططها بقلم فلوماستر اسود يكون سنه رفيع، فعندكم كذا اختيار، ولكن بفضل القلم الرصاص عشان ما يديناش فرصه ان الحبر يسيح على الرسمه سواء قلم حبر جاف او قلم حبر سائل. زي ما انتم شايفين كده احنا خططنا الرسمه وكده خلصنا رسمه النهارده. مستني رايكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، ودي كانت رسمه النهارده. ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. مستني اشوف تطبيقاتكم على الرسمه في صندوق الوصف، هتلاقوا موجود الانستجرام والفيسبوك، خشوا وابعتوا الرسومات واقول لكم لو فيها اخطاء، وهنشجعكم وهشير رسوماتكم. فاشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامه.